مرحبا بكم على قناة لطيف يحيى في اليوتيوب. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. أخواني وأخواتي متابعين قناتنا على اليوتيوب، أحييكم أينما تكونوا وأينما تحلوا. مجموعة من الحلقات راح نتناول بيها كيفية إنتاج وإخراج الفيلم اللي تم عرضه عام 2010، اللي يروي قصة حياتي واللي كان مسمى بالإنجليزي The Devil's Double، أو بالعربي بديل الشيطان. هذا الفيلم اللي عمل لي مشاكل لا تحصى ولا تعد من قبل عائلة الرئيس صدام حسين، ومن قبل البعثية، ومن قبل كثير من الناس. وبهذه الحلقات راح نوضح كيف تمت عملية إنتاج هذا الفيلم، وكيف تم التلاعب بجميع العقود اللي وقعتها مع شركات الإنتاج، وكيف قام المخرج بتغيير كثير من محتوى القصة واللي طلع خارج محتوى الكتاب اللي كان هو أساس هذا الفيلم. الكتاب اللي ما يعرفه بالعربي كان اسمه كنت ابنا للرئيس، وباللغة الإنجليزية كان اسمه The Devil's Double أو I was Saddam Son، وباللغة الألمانية Ich war Saddam Son. هذا الكتاب اللي تم نشره عام 1993 من قبل دار النشر نوركا النمساوية ودار النشر بيبا الألمانية، وانتشر حول العالم ب 27 لغة عالمية. هذا الكتاب اللي عمل صدى قوي في وقتها، وكثير من الأسرار كانت غير معلنة ومعروفة، بالتحديد عن عدي صدام حسين. لكن مخرجي ومنتجي الفيلم والسيناريست أو اللي كتب الفيلم، لأن تعرفون كتابة الفيلم تختلف عن كتابة الكتاب، بدأوا هذول الناس المنتجين يتصلون بالأيجنسي أو المدير أعمالي أو شو تسموه. من طلع الكتاب عام 1993، وحضراتكم اللي تابع حلقاتي الهروب من الشرق إلى الغرب، أنا كنت موجود في السجن أو مختطف معتقل، اللي تقولوه قولوه، واللي ما شاف هذه الحلقات يرجع يتابعها حتى يعرف على شنو قاعد نتكلم. بعد خروجي من السجن عام 1994 كان أكو شركة إنتاج ألمانية، مدير تابع إلى شركة HBO الأمريكية
لصناعة الأفلام وهذه الشغلات، متصل في دار النشر طالب حقوق الكتاب لعمله إلى مسلسل لعدة أجزاء، يعني شلون نقول حلقات متسلسلة بدراما أو بإنتاج سينمائي، يعني مو مثل حلقات تلفزيونية. بعد خروجي من السجن دار النشر إجا قال لي هذا الشخص متصل به، فصار اتصال. إجا الشخص هذا اسمه رولف من ألمانيا، ممثل شركة HBO. قعدنا تفاهمنا حكينا على مدى تقريبا 3 أيام. أنا في هذا الوقت كان لطيف يحيى لا يعرف شنو سينما، اللي عرفه يتفرج أفلام بس ما كنت أعرف تفاصيل الدقيقة اللي تدخل في مثل هذه الأمور. اللي اتضح بالأخير عرفت بأن دول المنتجين بياعين كلام حلاوة اللسان، يحاولون يكسبون الشخص اللي يتعاملون معاه بحلاوة اللسان ووعود وشغلات يخلوه يعيش في حياة ثانية، وخاصة اللي ما يعرف بهذه الأمور. ولطيف يحيى كان أحد هذول الأشخاص، وأنا أعترف حتى ما أقول لكم أنا عارف ومعرف بكل شيء وأفتهم في كل شيء، لا، أنا إنسان تاجر ما لي شغلة لا بالسينما كان بوقتها، ولا أعرف شنو شون يصير الأفلام وشون يتم إنتاجها. أعرف الفيلم يطلع روح أشوفه، لو بسينما لو بتلفزيون لو كذا. هذا رولف بطريقة معينة قنعني بأنه أعمل عقد معه بإنتاج هذا الكتاب إلى فيلم مو سينمائي بس مسلسل على شكل فيلم، وتم توقيع العقد. والشخص هذا راح تقريبا وراء 2 أو 3 قبل يعني خروجي إلى بريطانيا. اتصل بي قال لي أريد أشوفك، وشركة HBO فرحت، وشركة ما أعرف شنو وراح ينتجون الفيلم أو كذا. راحت أيام، جت أيام، هذا رولف اختفى والشركة مالت اختفت، منو هذا اللي وراها الله أعلم، منو اشتراهم منو كذا، لأن ما كانوا أكو بعض، ما نقول الأشخاص بس نقول تعرفون كانت علاقتي خربانة مع المخابرات الأمريكية وخربانة لليوم، كانوا ما يريدون لطيف يحيى يصير عنده فت صدى معين في الغرب حتى تتقوى مثل ما يقولون شوكتي وجذوري بالقاع وما حد يعرفني، فاختفى. مشيت في عملي أنا وسفري والمحاولات الاغتيال اللي صارت وكل هذه الأمور. عام 2001 وأنا في أيرلندا قبل ما تصير المشكلة اللي حكيناها بالهروب من الشرق إلى الغرب، جاني تليفون إلى مكتبي في وقتها قبل يعني هذه الأمور اللي صارت والمشاكل اللي ألقت في إيرلندا. شلت التليفون، كان أكو شخص يتكلم معايا، أنا فلان الفلاني، أنا من هولندا، أنا كنت أقرأ كتابك باللغة الهولندية. أنا ما كنت أعرف بأنه الكتاب تم ترجمته إلى الهولندية، أعرف لغات بس ما أعرف الترجمة اللي صارت بالنسبة للغة الهولندية. كنت أعرف بأنه الكتاب طلع بلغة ألمانية وأعرف الترجم بس ما أعرف بالتحديد
اللغة الألمانية، رغم اللي تم عرضه في قناة تلفزيون هولندية ما انتبهت أي كتاب عرض. المهم عرفت بالأخير بأنه مترجم إلى اللغة الألمانية، مو هذه المشكلة. فقال لي أنا منتج وعندنا شركة صغيرة لإنتاج الأفلام الوثائقية والسينمائية، ولسانة تعرفون كمنتج حلو كذا، فأحب أقابلك، أحب ما أعرف شنو. يا أهلا وسهلا. مرت أيام، اتصل بي مرة ثانية قال لي أنا أعتذر لأن صار عندنا شغل فيلم كذا، بس راح أبقى على اتصال معك. كان عند الموبايل ماتي فنسيت الموضوع نهائيا. عام 2004 مع زوجتي المرحومة انتقلنا إلى بريطانيا، أنا وبنتي والمرأة. في بريطانيا تعرفون حضراتكم كانت الغزو واحتلال العراق والوضعية خربانة بالعراق. مرة ثانية إجاني تليفون على الموبايل الإيرلندي اللي كانت يعني أحمله معايا، كان نفس الشخص اللي اتصل بي في إيرلندا. أنا آسف، أنا كذا، خلصنا إنتاج هذا الفيلم وأنا جدا مشتاق للقاء بيك، وإذا تسمح تسوينا موعد نجي نشوفك. أنا وشريك معايا ونفهمك العمل اللي راح نعمله. فقلت لهم أهلا وسهلا، أعطيتهم عنوان المكتب مالي. أجوا تقريبا بعد 4 أيام أو 5 أيام، استقبلتهم بكل احترام وأهلا وسهلا، وكان ناس شباب. أنا خريج يعني شلون احنا بالعراق نقول أكاديمية الفنون الجميلة، منتج وكذا في هولندا، وهذا جايب لي مجموعة دي في دي وشغلات كانوا هم انتجوها وعملوها. قال لي يجوز ما راح تفتهمها لأن باللغة الهولندية، بس شوف عملنا وشوف كذا. قلت له أوكي شكرا. فقال لي ممكن يعني ناخذ الحقوق لهذا الفيلم، بس احنا كمنتجين إذا أنت ما تعرف بأمور الأفلام أو الإنتاج راح نفهمه. قلت لي أريد أفتهم يعني شلون راح يصير وكيف راح تعملون وتشتغلون. قال إحنا المنتجين دائما شو نسوي، ناخذ القصة نروح نسوي شوبينج بها، يعني يروحون يسوون فر على الناس المستثمرين، على الناس اللي عندهم أموال لتمويل هذه الأفلام، والناس اللي مثلا عندهم انترست يعني شيء يحبون هذه الشغلات وعندهم أموال، فيقعدون ذول المنتجين هم يفرون راسه، انت حط مليون، انت حط مليونين، انت كذا، ويسوون دراسة بأنه الفيلم راح يكلف 10 مليون 20 مليون، من المخرج راح يكون، يجيبون عدة يعني أسامي لمخرجين، بالأخير يتم اختيار واحد، يشوفون الخلفية للمخرج شنو اللي أخرج قبل، شنو الشغل مالته. فالمهم قلت له ما عندي مشكلة، أنا كنت أضحك يعني شنو راح يجون يسوون فيلم وقصة وحياتي وكذا. فقال لي يعني أنت موافق؟ قلت له أنا موافق ما عندي مشكلة، بس بشرط واحد. قال لي وهو، قلت له ما تطلعون إنش أو سنتيمتر عن اللي مكتوب بالكتاب. قال هو دفنت لي يعني ماكو أي مشكلة وماكو هذا، ويعني حلاوة اللسان، المنتجين معروفين ببيع الكلام واللي متعامل معاهم يعرف. فأنا ضحكت وسلمت عليهم، أخذتهم عزمتهم في مطعم، تعشينا سوا. ثاني يوم هم رجعوا إلى هولندا، فقعدت مع المرحومة الله يرحمه، يا بي كذا وكذا السالفة. فقامت تضحك قالت لي راح أصير مشهور سينما. قلت لها مشهور خلينا نشوف إيش راح يصير. والله بعد تقريبا أسبوعين
اجاني التليفون مرة ثانية، قال العقد راح يجهز خلال عدة ايام، لان نسوي عقد ويا المحامي، من يجهز راح نبعث لك اياه. فقلت لهم انا بالعقد لازم يكون فقرات معينة، بان عدم الخروج من الكتاب، اوقع بكل صفحة بالنسبة للسيناريست اللي راح يكتب السيناريو مات الفيلم، ماكو تغيير بي، واذا صار تغيير بي لازم انا اوقع ووافق عليه، والفيلم بالنهاية ما ينعرض الا بموافقتي، وايضا اكون داخل يعني المكانات اللي راح تصورون بيها. فقال لا لا ما يحتاج، احنا سوينا غالبية هذه الامور، بس الفقرة مال انت لازم تشرف على السيناريست او كاتب السيناريو، هذا راح ندخلها عفوا، وراح نعتبرها فقرة وموافقين عليها وكذا. فقلت له اوكي. فات تقريبا اسبوعين، جو مرة ثانية الى بريطانيا، قعدت معاهم، وكان جايب معاه يعني صديقته وابنية ثانية تشتغل بالشركة مالتهم، شركة كورينو. ايه، فقعدت معاهم، فهموني بالموضوع، اعطوني العقد، يلا وقع. قلت لهم شنو وقع، انتظروا، راح اخذه عرضه على محامي. انا شو معرفني انت ايش كاتبين بي، يعني شي 14 صفحة 15 صفحة، انا خلما اقعد اقرا بدقيقة. فرحت على المحامي ماتي، اخذت العقد، ورا يومين رحت على المحامي ماتي، قال يعني لطيف انا محامي، يعني شغلاتك التجارية، شغلاتك الكذا، هذا يحتاج لميديا لوير، يعني محامي للإعلامي، محامي للسينما، شغلات الخاصة بالميديا، بالانترتينمنت، بالشغلات اللي هي اختصاص سينما وكذا. فقلت له تعرف واحد؟ قال لي لحظة دور عند هذا دفتر تليفونات. دزني على واحد يعني بوقت هالساعة ب400 باوند 500 باوند، بس تقعد معاه يقرأ العقود وكذا. شرجني ورا ما قرأ وقال لي هذه الفقرة لازم تتغير أو كذا، يعني فد 2000 باوند نطيته، دزيت العقد لتغيير هذه الفقرة، وافقوا عليه. هنا تمت الموافقة، وقالوا احنا راح نبحث هسه عن الممولين، ونحاول بشتى الطرق الاستعجال بإنتاج هذا الفيلم، والوضع هسه العراق وكذا، وراح يكون ناجح. والله قلت لهم أوكي كل شيء تمام. قال احنا راح نسوي يعني اكو مهرجان كان في جنوب فرنسا، مهرجان عالمي، احنا سنويا عندنا مكان شركتنا في هذا المهرجان، فأتمنى من عندك تكون معانا حتى للتسويق، ونعرض على الناس اللي عندهم أموال واللي عندهم كذا، ولما نشوفوك أنت شخصيا معانا راح يزيد الحماس ويزيد هذا الكلام، يعني اللي مثل ما يقولوا احنا بالعراقي صبغ. قلت له ما عندي مشكلة. فأعطوني الموعد، قال نحجز لك درجة أولى وفندق وما أعرف شنو. قلت لهم ما يحتاج، أنا راح أجي بالسيارة مالتي، ما أحب طيارة وكذا. إيش وقت نتقابل؟ تقريبا كان بعد 10 أيام أو كذا. فقبل 3 أيام أخذت سكرتير مكتبي من بريطانيا نسوق يعني إلى فرنسا وإلى الجنوب، طريق بعيد، فكل ما نتعب ننزل في فندق ونأكل نشرب نشاقة. وصلنا إلى كانوا حاجزين في فندق درجة أولى، وهنا تبقى راح تشتغل الفانتازا، راح تشتغل الشو. ف
أول يوم تعرفنا على مجموعة جايبين تقريبا المكتب مالتهم كلهم ويا، هذه مديرة كذا وهذه مديرة مكتبنا في أمريكا وهذه مديرة ما أعرف شنو وهذه المونتاج وهذا وهذا، يعني في فد 10 نفرات وياهم. رحبت بيهم بالليل، قعدنا سهرنا وبدنا نشرب ونشاقة ونضحك وأسئلة منا وأسئلة منا. فكان معانا شخص منتج معروف عالميا، عرفوني عليه بأنه هذا منتج وسوى فلان فيلم وسوى فلان فيلم. ثاني يوم رحنا، تعرفون اكو عروض تصير بالسينما في كان ودعوات للي يدخل وكذا، فأنا كنت مدعو لأحد الأفلام اللي راح تنعرض. كانت أبها يعني فتشي خرافي، تشوف من تصعد الدرج كل هذا الريد كاربت أو السجاد الأحمر والحرس منه والحرس منه. أنا كنت أشوف هذه الأشياء بالتلفزيون ما أعرفها يعني بصراحة أقول لكم، ولا شايفها يعني بحياتي، بس شفتها وحرس واقف هنا وحرس منه أنا على طول الطريق وسيارات تنقلك. يعني كانت بوقتها شركة رينو الفرنسية هي الراعي الرسمي لهذا المهرجان، فكانت تقدم أرقى سيارات عدها توصل الممثلين والمخرجين وكذا. فاحنا يجون للفندق وبهذا السيارات وتشوف له واحد يفتح لك الباب ولابس جفوف وقاط وفتشي، يعني انت تقوم تتخيل نفسك في عالم ثاني، وحتى مرات يصيبك الغرور بأنه أنت فعلا يعني خلاص وصلت، ولا الكلام كله خرط. فالمهم أنا بالنسبة لي ما أهتم لهالسوالف، يعني أحكي لكم إياها بصراحة. ففتح لي الباب، نزلت لقيت الناس اللي معايا بالشركة والناس اللي وياي فصعد، بدينا نصعد الدرج مصورين بعشرات المصورين وعشرات الكاميرات تصور، يعني تعرفون ناس معروفين عالميا ومخرجين وممثلين لا لهم راس ولا أساس، ناس يعني مشهور مشاهير العالم. فوصلنا طبعاً شفنا هذا الفيلم، كان فيلم يجي خربطة بخربطة بس شفناه طلعنا. ها شنو رأيك بالفيلم؟ قلت لهم خرط يعني ما عجبني، أول شيء كان باللغة الفرنسية وثاني شيء ما افتهمت كل شيء لا رأس ولا أساس، يعني تقريبا ردت أنام. طلعنا رحنا نتعشى وإحنا قاعدين يم الميز مالتنا روبرت دينيرو الممثل العالمي، فهو انتبه يباوع علينا وكذا، أعطاني شفت ابتسامة حلوة يعني روبرت دينيرو وكذا. أنا ابتسمت، قامت البنية اللي قاعدة يمنا وهي واحدة من المنتجات بهذا الشركة في أمريكا تعرفه، فقامت سلمت عليه هو بكل رحابة الصدر، إنسان كلش طيب وحبوب وبسيط. فعزمت يمنا، أول شخص إجا علي رأسا صافحني How are you my friend وهالكلام، قلت له معقول روبرت دينيرو معايا وكذا، تعرفون احنا عراقيين نموت على التصوير، فقلت له لازم اتصور وياك. فتصورنا وقعد معانا وتعشى وكذا ويحكي ونسولف وشنو اخر الاعمال و و و وبقت هذه المساله يوميه. شايف واحد الممثلين تقريبا كلها شفتها، مادونا كان بوقتها شفتها، ويعني كل هذول يعني فتشي خيالي زرعوا لك بأنه أنت فت شيء عظيم وأنت يعني راح تصير من مشاهير العالم و و و و. بس أنا مخيلتي ما راحت بعيد. ليش؟ لأن أنا فرحان بعملي بشغلي، هذا الشيء حياة جديدة إلي، حياة شفتها مجرد قشر بالداخل فارغ، يعني بكل صراحة لا غرتني السينما ولا غرتني الأبها اللي كذا،
بالعكس حياتي أحلى كانت، يعني أحلى وأرقى من هذا كل اللي شفته. يعني أنا أعيش حياة واقعية بدون ما شو أمكيجها وكذا. عندي فلوس أقول عندي فلوس، أنا فقير أنا فقير، عندي سيارة عندي سيارة أصعدها، عندي طيارة أقول طيارة، ما أعيش هذه الفنطزة والفخفخة. واللي عرفته بالأخير بأنه غالبية ذول الممثلين العالميين غرقانين بالديون الراسهم، وأغلبهم يعني عملوا بانكروبس، يعني خسائر مادية، تعرفون ماكو شغل مرات. يعني تصوروا روبرت دانيرو هذا الممثل العالمي اللي السينما العالمية تفتخر بي وأنا من محبي ويعني فان يعني معجب بي، هسه ما عنده شغل، يعمل إعلانات للمطبخ للكذا. يعني شوف الدنيا شون لما تفتر. خلصنا مهرجان كان بكل صراحة، كنت دا أتمشى أكو منطقة شوية عن كان، لقيت مكتب عقارات، فدا أتفرج على البيوت، عجبتني فيلا. هذا الفيلا دخلت مع أحكي مع الشخص اللي مسؤول على المكتب، قلت له هذا الفيلا عجبتني، قال لي تقدر تشوفها باكر. رحت شفتها، صارت من نصيبي أخذتها. يعني بعد معاملات وسافرت رجعت البريطانيا وكذا، وتم تحويل وتوكيل محامي، اشتريتها بلة حلوة على تلة طلع على كان. راحت أيام، جت أيام، يعني حتى في هذا الفيديو القصير اللي راح أشوفه، هذا البلة مات اللي أمن حفلة بي، حفلة مشويات عزمت بي الناس أصدقائي والناس اللي أعرفهم، يعني للونسة، ومثل ما يقولون على قولتنا العراقيين للطربقة، حتى رقصتهم بوقتها عربي، أجرنا دي جي وحتى حطيت له قلت له شغل هذا كان عربي، قام يرقصون وكذا. المهم راحت أيام، جت أيام، في أتصور 2006 قالوا، طبعا هذا العقد اللي عملناه كان سنويا، يعني سنة واحدة وبعدها يجون يطلبون مني تجديده. الغباء مالي ما عرفت بأنه لما يشترون أو يأخذون حقوق شخص لازم يدفعوا لك مبالغ وكذا، أنا ما كنت أعرف هذا السوالف، فلا شفت مبلغ ولا مقدمة ولا كل شيء. المحامي ماتي قال لي إيش قد أخذت مقدمة، قلت له شنو مقدمة، قال الفلوس، قلت له ما أخذت، قال أنت غبي أنت كذا، هذا مئات الآلاف أو ملايين مرات. قلت له يلا هسه مشي خلينا نشوف إيش راح يسوون. 2006 قالوا جمعنا تقريبا نص المبلغ، اللي المبلغ اللي كان مطلوب في وقته حوالي 15 إلى 16 مليون دولار. فأكو مستثمرين في هولندا وفي كذا، وبقوا يعني يجمعون نص مليون منا وربع مليون منا، تعرفون مبلغ كبير، ماكو واحد يجي يحط فلوسه. يعني هذا تعلمته كله بعدين بالأخير ورا ما فتحت شركة إنتاج، عرفت عذاب المنتج لما يدور على فلوس أو ممول. راحت أيام، جت أيام 2009 2009 خابروني قالوا لي أكو منتج في بلجيكا مستعد يحط المبلغ المتبقي وهو اللي يشرف على الفيلم. بس تعرفون كل سنة لما يختارون المخرج والممثلين يزيد سعره، يعني انت من تجيب لك مخرج ما حد يعرفه مو مثل ما مخرج اللي تجيبه انت
مسوي له مثلا أفلام عالمية وعنده أوسكار أو كذا، والممثلين نفس الحالة. فقالوا لي احنا اختارينا 4 مخرجين، واحد عايش في ايرلندا وهو ايرلندي اسمه نيل جوردن. نيل جوردن مخرج عالمي ومعروف، فيحب يشوفك، تقدر تسافر لايرلندا؟ قلت له طبعا. رحنا انا ونيل جوردن، قعدنا حكينا، قال انا كذا وكذا وكذا وكذا. بكل صراحة ما عجبني الفكرة مالته، وهو ما يريد يغير فكره. فقلت له نايس تو ميت يو، از نو ديل بتوين اس، شكرا يعني لك، وماكو شغل بيناتنا. سلمت عليه وانتهى. هم الصحافه بوقتها لجحونا بالفندق، كنا قاعدين بفور سيزن، هم شرخوها بالصحيفه، ليش لطيف يحيى مع نيل جوردن؟ ايش راح يسوون؟ شنو الفيلم او كذا؟ فالمهم خابرتهم، قلت لهم ما اتفقنا وما عجبني الفكره مالته وكذا. وراها اتصور بشهر قالوا لي لقينا مخرج متفق مع افكارك، وهو مخرج لفيلم احدى افلام جيمس بوند واحدى الافلام اللي حاصله على الاوسكار. قلت لهم شو اسمه؟ قالوا لي ليتا ماهوري. يا بليتا ماهوري من هذا؟ قالوا لي هذا إنسان نيوزلندي بس كان في هوليود وعامل أفلام كثيرة وكذا وكذا وكذا، وهذا الإنسان راح يجي من نيوزلندا ونحب نلتقي به، كنا في لندن. فقلت لهم كل شيء تمام. وقالوا لي راح هو يجي يختار، لان عندنا عده ممثلين اللي هو الليد اللي هو راح ياخذ البطوله، هم انت تريد مساعدتك تشوف من هو اللي اقرب يقدر يوصف هذه الشخصيه، لان هذا الممثل راح يمثل دورك ودور عدي. فقلت لهم اوكي، واتفقنا على موعد كنا نجمع في فندق في لندن، تم حجزه. ولهنا أنا إن شاء الله في الحلقة القادمة نكمل شنو اللي صار وكيف تم اختيار الممثل دومينيك كوبر عن غير الممثلين الآخرين. تحياتي للجميع ونشوفكم بالحلقة القادمة.